وسط أهازيج وأجواء تراثية احتفلت مملكة البحرين بليلة القرقعون، حيث جاب أطفال البحرين الفرجان وطرقوا الأبواب محتفلين بهذه الليلة. القرقعون هي عادة بحرينية خليجية من الموروث الشعيبي، وهي عبارة عن احتفال تقيمه الأسر لتكريم الأطفال ومكافأتهم على إتمام صيام نصف شهر رمضان ولتشجيعهم على الاستمرار في صيام النصف الباقي منه. بهذه العبارات جاب أطفال البحرين بين أروقة الفرجان مرددين هذه الأهزوجة الجميلة التي تعبر عن فرحتهم بقدوم هذا اليوم، طامعين في الحصول على الحلويات والمكسرات مع الدعاء للبيت ولأبنائه بالبركة في الرزق والعمر. طبعا مثل ما نعرف ان القرقعون عاده قديمه وتتجدد كل سنه، طبعا احنا يعني نحرص ان تكون دائما بين الفرجان لان الجيران يكونون ناطرين الاطفال بفرحتهم، اي فريج تدشينه في البحرين بتلاحظين ان كل الاطفال على قلب واحد مع الجيران ومع الاهل، فاحنا دائما نصر وناكد ان لازم هذه الفعاليه ما تتوقف ونحيي اللي كانوا يمشون عليه اجدادنا. القلوب قبل الابواب مفتوحه. في هذه الأمسية يستقبل أهالي البيوت الأطفال بالحب ويصفقون معهم ويعطونهم القرقعون ويشاركونهم فرحتهم بهذا اليوم. قرقعون شيء حلو لأن يعني في نص رمضان شيء نروح نقرقع أنا وربعي ونطلع ونحصل حلاوة شيء. اليوم رحنا بيت الجيران واستانسنا وغنينا وصفقنا وعطونا مكسرات وحلاوة واستانسنا. القرقعون أحلى يوم في حياتي لأن شنو نحصل وايد حلويات، ندور على البيوت نحصل حلويات، أنا وإخواني نحصل حلويات ونحتفل وأشياء حلوة أجواء. القرقعون في البحرين قصة تراثية وعادة سنوية تقام في شهر رمضان ينتظرها الكبار قبل الصغار ليعيشوا تفاصيلها عاما بعد عام. فهذه العادة التراثية المتجددة هي موروث شعبي تتناقله الأجيال بكل حب جيلا بعد جيل. زهوة هذه الليلة تشع نورا ببراءة الأطفال مرددين أنشودة القرقعون الشعبية التي تتردد على مسامعنا كل عام، يتغنى بها الصغار بكل فرح، يجوبون دواعيس الفرجان بابتسامات مشرقة حاملين معهم أكياس ملونة، يطرقون أبواب المنازل للحصول على القرقعون. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.